l'évolution sociale, sur la question sociale, sur la manière de travailler sur la chaîne de valeur humaine dans l'entreprise. Nous avons recréé des coutumes. Après, la seule question qui se pose, et peut-être que ce sera l'occasion d'un autre tour de piste, si vous souhaitez, c'est le hiatus qui existe entre l'incroyable performance du juriste, son utilité sociale, qui a été rappelée avec talent par les personnes qui se sont exprimées avant moi, et peut-être un déficit politique du juriste. Pourquoi est-ce que le juriste qui est si utile est finalement politiquement moins valorisé? Peut-être toute une série de réponses à ça. Mais il faut quand même qu'on s'interroge et qu'on fasse aussi un peu plus. Peut-être que nous incarnons insuffisamment nous-mêmes notre fonction. Peut-être que les directions juridiques gagneraient à avoir une position plus affichée dans le débat public. Peut-être que les juristes et les avocats, pas seulement sur les questions sociétales et politiques, devraient intervenir davantage. Les lois, la réglementation. Alors comment aujourd'hui les convaincre, ces chefs d'entreprise, à faire confiance? Mettre en place des projets qui sont bien équilibrés, qui sont bancables. En Algérie, des projets ont été structurés, ont été banqués dès le début des années 2000, bien en avance d'autres pays, par exemple dans le GCC, qui ensuite, au Moyen-Orient, qui ensuite se sont lancés, avant même l'Égypte. Et السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ معك الاستاذ البغدادي نقيب محامي كبير. معكم. وعليكم السلام. شكون معنا؟ معك الاستاذ البغدادي محامي. نقيب محامي. خلاص راكم في الحدث، كيفاش كانت التحضير لهذه التظاهره؟ كيفاش شفتوا اليوم يعني حضور قوي؟ تحضير جيد جيد جدا، والحضور متميز خاصة بالمشاركين. نوعية الشخصيات والتي شاركت يعني في هذا الملتقى هي التي جعلت من هذا الملتقى يعني هذا اللقاء يعني لقاء استثنائي، يعني فيما يخص المواضيع المختارة والمناقشة كانت مواضيع هامة جدا وتهم البلاد بصفة عامة على كل حال. يقول المحامي وعلاقته بعالم الاعمال والبزنس هذا هو يشارك في الحقيقه هذا هو لب الموضوع. كل اللقاء المحور كان محور اساسي هو علاقه المحامي بالميدان الاقتصادي بالمجال البزنس بمجال الاعمال، كيف يكون اين كيف تكون تدخلات المحامي، الوقت الذي يجب عليه أن يتدخل فيه، الأمور التحذيرية اللي تقع على عاتقه يعني حضر في كل أمور، يعني كل هذه الأسئلة هي التي من المفروض تشكل يعني أساس هذا اللقاء. ثم جوانب أخرى تتعلق يعني بصفة عامة على كل حال تتعلق بالجزائر كجزائر بتطور الجزائر فيما يخص القارة الإفريقية التي تبقى يعني مجال هام جدا في شتى الميادين أهملت من طرف السلطات الجزائرية،
وحان الوقت أظن أننا نهتم بهذه القارة التي ننتمي إليها والتي يوجد بالنسبة إلي مستقبل الجزائر موجود في إفريقيا وليس إلا في إفريقيا. بلغة الأرقام شحال محامي في المستوى الوطني؟ والله ما حبيت نعطيك بالضبط يعني طيب. كان تقريبا حوالي 70,000 حوالي تقريبا، ما عنديش الرقم مضبوط لأنه كان دفعات جديدة دخلت علينا وهامة، يعني احنا في آخر دفعة 800 محامي رفعنا لها التربص، وبالتالي ما نعطيش نقدرش نعطيك يعني عدد يعني نهائي. نقدر نبلغ لك فيما بعد يعني بعد يعني. أيضا الأعمال والمحاماة تقولوا أيضا قضايا فساد، قضايا المال، بطبيعة الحال المحامي في وسط كل، قلت في المداخلة أن المحامي موجود على كل المستويات، قبل إنجاز العقد، قبل الاتفاق، يعني هو اللي حضر الاستراتيجية القانونية، هو اللي يسهر على تنفيذها، هو يسهر على المطابقة القانونية لتصرفات الموكل، لتصرفات المتعامل الاقتصادي، هو يعد يعني أهم العناصر، لم أقول عنصر فقط لكن أهم العناصر لحوكمة رشيدة يعني على كل المستويات، من المستوى العالي عالي عالي جدا إلى أدنى المستويات. يعني لو المحامي يلعب دوره كما يجب يعني المفروض لا يوجد أي إشكال، لا بالنسبة القانونية ولا بأي مجال آخر، ما فيها لا قضية فساد ولا. المحامي هو اللي يكون يعني للأسف الشديد المحامي في بلادنا لم يلعب الدور المنوط به يعني إلى يومنا هذا. شكرا.